الجامعات الناشئه في اقليم جنوب الصعيد بالنسبه لكل الجامعات. طبعا المشاركه معانا النهارده جامعه الاقصر بتضم عدد كبير من الكليات. النهارده معانا من احدى الكليات اللي هناك وهي من اقدم الكليات في الاقصر، كليه فنون جميله. بيسعدنا ان احنا يكون معانا ضيفتنا. اهلا بيكي معانا، اتعرف عليكي. اسراء صالح، مدرس مساعد بكليه فنون جميله الاقصر. اهلا بيكي دكتور اسراء. قولي لي انت ليه مشاركه النهارده معانا في التدريب، وهل ليكي مشاركات قبل كده في حاجات مماثله؟ انا كنت مشاركه قبل كده في البرنامج الرئاسي اللي هي المرأة تقود في محافظات مصر، واخدت جزء من رياده الاعمال على يعني تو سيكشنز بس حبيت ان انا ابقى مكمله اعرف اكتر يعني في مجال رياده الاعمال. ولما احنا عندنا اوريدي مركز مسار في الاقصر، فالدكتور يعني المسؤول هناك اتاح لنا الفرصه ان احنا نشارك، وبصراحه التدريب يعني سري جدا بالمعلومات، والمحاضر يعني ما بيخلش علينا باي حاجه، ودكتور وائل ودكتور اشرف من اول ما احنا جينا وهم يعني تحت رعايتهم، ويعني ما فيش اي معلومه بتكون محتاجينها او اي حاجه تضيف للحاجات المعلومات اللي عندنا، بل بيزودوها اكتر واكتر. ومكملين ان شاء الله يعني الايام الجايه نكون انا عرفنا كل حاجه عن رياده الاعمال. ده بيضيف لك انت ايه كاستاذه في الجامعه؟ يعني المجال ده لما تدخليه من اول وجديد، حاسه ان هو ده بيضيف لك ايه؟ هو بيضيف لي اهم حاجه ان انا يعني ان انا ارشد الطلبه اللي عندي، ان انا اوجههم للمكان الصح. ان انا لما بيجوا الاول قبل ما ياخد التدريب الاولاني ما كنتش قادره افهم، يعني لسه السن كان صغير ولسه متخرجه وتعينت على طول، فما كنتش ببقى عارفه ازاي اتعامل مع الطلبه في التوجيه بالذات. يعني ان انا بتعامل بس لمجرد ان احنا بنشتغل الشغل العادي العملي والكلام ده، لو في حد عنده مشكله، لو حد عايز يعمل حاجه معينه، ما عنديش الخبره الكافيه ان انا اوجهه ليها. من بعد التدريبات دي لا، ده يعني خلاص بقى عندي الخبره الكافيه ان انا اقدر، او مش بروفيشنال بس ان انا عندي خبره ان انا اقدر يعني اوجه الطالب للمكان الصح او احطه على الطريق الصح. والطلبه دلوقتي عندهم استجابه للفكره؟ يعني هل بيقبلوا على فكره ان هو لا انا عايز يبقى لي مشروع من قبل حتى ما اخلص كليه؟ اتكلمنا معاهم الفترة اللي فاتت لما رجعت من التدريب الأولاني، يعني في مجموعة ابتدت تفكر كده، وطبعا يعني ظروف الحياة والظروف الاقتصادية مخلية الطلبة عايزة تفكر في مشاريع تبقى عندها دخل ليها هي خاص، فالناس ابتدت لا تفكيرها كله بيختلف تماما، واحنا بنوجههم للطريق الصح، يعني بنحطهم على نفس اللاين اللي احنا اتعلمناه. ايه من المشاريع اللي رايجة أكتر عندكم من ضمن طلاب كلية فنون جميلة؟ لا، احنا المشاريع اللي عندنا كلها مرتبطه بالفن. يعني مثلا اللي عايز مثلا يعمل اتيلي لنفسه، صالون مثلا يعرض فيه لوحات، يشتغلوا مثلا يفتحوا مكاتب هندسه ديكور وحاجات كده، واللي مثلا بيحاول يبتدي يروح يلجا للفنادق والاوتيلات والاماكن السياحيه عشان بس يبتدي مثلا يتفق معاهم على الرسومات او حاجات يعملها، واللي بيبيع شغله الخاص يعني بيرسموا لوحات ويبيعوها، والحاجات دي كلها ماشيه. يعني انا عايزاكي توجهي رساله للشباب النهارده من خلال وجودك معانا، بص لهم كده وقولي شوفي هتقولي لهم ايه. انا يعني اتمنى ان كل الشباب، اي حد فيهم عنده الفرصه ان هو ياخد الكورسات دي مثلا، وخصوصا هي مجانيه، ويبتدي يعني لو اي حد عنده مشروع فعلا حقيقي، لا في مكان حاضنات فعلا حقيقيه بتستقبل الشباب وبتحطهم على الطريق الصح وبتساعدهم وبينفذوا المشاريع على اكمل وجه، وما حدش بيبخل عليهم بمعلومات او بتمويل او اي حاجه. فاتمنى ان كل الشباب حقيقي اللي هم عندهم تفكير محدش يحبط ابدا، لان اوريدي الدوله بتساعد بكل الطرق ان هي تحط الشباب على الطريق الصح.